وصلى وسلم على محمد وعلى آله محمد الطيبين الطاهرين. زيارتكم أيها الأحبة أبائي وإخواني أمهاتي وأخواتي مسام شرف على سبيل. أنا أيها الأحبة أحب أبنائكم وإخواتكم كما تحاولون أن تخدموا هذا الوطن وتنصروا قضية الحق فيه وتسعوا لأجل حقوق أبناء هذا الوطن. أنتم وسبقكم أبناءكم في ذلك. أنا واحد منكم في ذلك. يجري علي ما يجري عليكم. أنا بدون هدف غير الله سبحانه وتعالى واسترجاع حقوقنا، انتزاع حقوقنا هل لا يستطيع أحد أن يجادلنا فيها. نحن نكون يعني مساحة كبيرة من شعب البحرين حقوقنا الأخرى وحقنا الأساسي حقوقنا بالوصلة حقنا الأساسي نحن شعب البحرين أن ننتخب حقوقنا لنريد. ما يصير يفرض علينا أحد يتصرف في شؤوننا. ما في تكوين كذا هذا النظام ما أقدر. الشعب في كل الدنيا مصدر للسلطات. ما تتكون الدولة إلا بعيون الشعب. الحين ما عادت دولة الرعاية موجودة ولا دولة الغنم موجودة ولا دولة الاستقرار. ما الآن في النظام السياسي الدولة هي شعب يعيش على أرض معين. من يقولون شعب تيجي عناوين لازمة للشعب. من العناوين اللازمة للشعب مصدرية للسلطة. يعني ما حد يفرض عليه السلطة بغير إرادة. هذا معنى مصدرية للسلطة. فالشعب البحرين مثل بقية شعوب الأرض من حقها تنتخب سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، أحد ما عجبها تشيله، كون شعب. طبعا الآن عنوان الشعب العام شو يروحون يسوون إلى أنظمة سياسية متعارفة في العالم. في صناديق اقتراع تختار رئيس وزراء، تختار ممثلين. إلى ما أجل هم يختارون مرة ثانية أو يحجبون عن ذلك. هذا هو حقنا الأساسي. حقنا إذا ما في إمكانية للتنازل عنه حتى نشعر ببشريتنا، نشعر بمواطنيتنا. من تقول دولة تجي وياها المواطنة، ما تصير دولة بلا مواطنة. دولة يعني مواطنة، مواطنة يعني هذه الحقوق الأساسية. بعد الدول الحقوق المدنية والسياسية يوضحها. دستور البحرين 73 2002 ما يقدر يتخلى عنها، ما يصير تكتب دستور بغير هذه الطريقة، تقول الشعب مصدر السلطات. ما تقدر تقول مصدر السلطات، كيف يصير مصدر السلطات إذا ما يشرد، وإذا ما يتولى السلطة التنفيذية، وإذا ما يتولى السلطة القضائية بطريقة غير مباشرة، ما يصير مصدر السلطات، فهذا حقنا. أبنائكم الكرام ذهبوا في طريق المطالبة بهذه الحقوق العادلة وقد خصكم الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف. هذا صار شهداء لم يسقطوا على طريق باطل. ما كانوا ظالمين لأحد. الناس اللي كانوا في الدوار، الناس اللي سقطوا الشارع ما كانوا يظلمون أحد. ولا كانوا يطالبون بشيء غير منطقي، شيء غير عاقل. يطالبون منطقي ويطالبون عقلي. كانوا الناس يقولون ما حد يقدر حتى هني في البلد يقدر يقول مطالبكم مشروعة. ما حد يقدر، كلهم يقولوا مطالب مشروعة. بس هذه المطالب المشروعة ليش تتعطل؟ ليش هذه المطالب المشروعة؟ ليش محكومين احنا؟ فهذا الطريق الذي يعني مضى عليه شهداؤنا علينا ان نكمله. حط ايدنا في ايد بعض جميعا ونكمل هذا الطريق حتى هذا فيه شيء من الوفاء للشهداء. قبل الوفاء للشهداء وفاء لله سبحانه وتعالى. وفاء لبقية أبناء الوطن العايشين في هذا الزمن. ووفاء لمن يأتي بعدين. لأن عندنا هدف يعني لن نختلف عليه. نحن نريد لهذا الوطن أن يستريح. أن يخرج من دائرة الأزمات. ودائرة الثورات المتكررة والانتفاضات المتكررة والاضطراب الأمني والاضطراب السياسي إلى بلد مستقر. طريق الاستقرار واضح. كل الدول التي استقرت بعد ما نظمت طريقة التداول السلمي للسلطة
هذا جوهر مشاكل الدنيا كلها. نريد أن نصل إلى هذه الحالة. في ذلك في هذا السعي أيضا وفاء إلى الشهداء، يعني نسير على الدرب الذي سقطوا واستشهدوا عليه. بالنسبة لبعض النقاط التي يكثرها الأحبة إخوة أبائي وإخواني، أسر الشهداء الكرام، أنتم حاضرتكم مو بفراق ولا وعد ولا حق، ولا أنتم حاضرتكم شعب البحرين كله. أنتم شعب البحرين كله هي حاضرتكم. أنتم تنتمون إلى من؟ أسر الشهداء ينتمون إلى هذا الشعب المنظم. في هذا الشعب في جمعيات وفي قوى شبابية متحركة. كل هذه القوى الشبابية وكل هذه الجمعيات تحب أعداء الشهداء، تقدر أعداء الشهداء، تثمن أعداء الشهداء، تعرف دور الشهداء أولا ودور أسرهم ثانيا. شنو وظيفة هؤلاء جميعهم، جمعيات أو غير جمعيات، بعد التقدير والاحترام؟ هي المساهمة ومد اليد لأيدي أسر الشهداء من أجل أولا الهدف الأول كنا نسير فيه نتعرض فيه، كنا نسير فيها نتعرض فيها المسيرات اللي تطلعونها، المسيرات اللي تشاركون فيها، الوقفات، غيرها من صور ممارسة أساليب الثورة السلمية، هذا كله نتعرض ونتعاون فيه. وفي نقطة ثانية، على جميع أبناء البحرين بدون استثناء وعلى جميع المنصفين في العالم أن يسعوا إلى أن يحقوا العدالة، يحققوا العدالة إلى هؤلاء الأسر. أنا مسؤول بما أستطيع، وأي واحد يسمع من شعب البحرين مسؤول، إلا بعد واحد يقول لا إحنا ظلمنا وقتلنا ومدري ماذا، هذا بعد إنسان طمست فطرته، طمست يعني معايير الإسلام، طمست معايير الإنسانية. مو إحنا الآن نقول عدد منكم، يعني مو أنت تقول والله أنا مظلوم، لا، هذا التقرير الرئيسي اللي جابه كان هذين كتبوا بالشرطة وكتبوا نتيجة لاستخدام القوة المفرطة. مو احنا نقول هذا، هو يقول تقرير اللي جابوه وقالوا احنا موافق عليه وقالوا احنا بنفذه. وطالب التقرير ان تشكل لجنة قضائية مختصة تتمتع بالاستقلالية. ليش لجنة قضائية ومختصة؟ لانه وجد التقرير بان الاجراءات القضائية القائمة ما تحقق العدالة. ولا ليش يوصي بعد لجنة؟ وليش يكون بحاجة إلى تطوير القضاء وتدريبه؟ القضاء وكل القصص ما فيش. في هذه النقطة المجتمع الدولي كله يجدر بأن أهم التوصيات التي لم تنفذ في تقرير مسيوني هو معاقبة من ارتكب جرائم في حق أبناء المحرين. أولا الشهداء، بعدين اللي اتعذبوا، بعدين اللي سجنوا بغير حق، بعدين بعدين بعدين. يعني هذا الجانب من تقرير مسؤولي كل الجهات. تعرفون ان في جهات تحاول تجامل النظام وتقول النظام سوى وحط كاميرا والنظام سوى لين شو اسمه، لكن هذه النقطه دائما راح تشوفونها في التصريحات الامريكيه البريطانيه والمنظمات الدوليه، ان مساله العداله لم تتحقق العداله المحليه. اخر صفحه جت من تقرير من مسؤولي قبل كم يوم في القدس. ولذا كل المجتمع الدولي هذه النقطة يطالب فيها، توصيات جنيف انطلقت من هذه النقطة. وكذا في الموضوع الخاص بأباء الشهداء اللي بدأنا فيه، يعني مسيوني علق أكثر من مرة على هذا الموضوع، لا تتذكرون علق على حكم السنتين لما صدر حكم السنتين، وصدر مقارب إلى حكم أو التمييز أثبتت أحكام المؤبد على أستاذ عبد الله وأستاذ حسن وعلى المجموعة. فطلع بسيوني قال كيف نتصور هذه العدالة اللي تحكم على القاتل بسنتين في قضية شيخ عبد العزيز، وكيف تحكم على من عند رأي بالمؤبد؟ هذه عدالة غير متحققة، عدالة غير موجودة. الآن الجزء الذي كان يطالبنا فيه دائما المجتمع الدولي يقول أول شيء إذا تبغون ترفعون قضية، أي قضية تتعلق بجوانب حقوق الإنسان، متهكات حقوق الإنسان،
يقول في سؤال بسيط، هل استوفيتم الإجراءات المحلية في القانون المحلي؟ ودائما السؤال ينطرح. اليوم بالنسبة إلى عدد من القضايا تم استيفاء الإجراءات القانونية في القانون المحلي ولم تنصفنا هذه الإجراءات. ما انصفنا هذه الإجراءات بين براءة وبين أحكام مخففة لا تتناسب مع الجرم الموجود. وبالتالي صار من الطبيعي من حق أسر الشهداء أن ترفع قضاياها إلى القضاء الدولي. الآن نتيجة أن هذه مو ظاهرة معروفة واجد، وسنجد صعوبة في إيجاد طريق إلى هذا، لكن هذا واجبنا، واجبكم كأسرة أولا، واجبنا معاكم كشعب ثانيا، واجبنا كجمعيات سياسية، كنشطاء حقوق الإنسان، كلنا لازم نتعاون في مسألة أن نوصل لمرحلة العدالة في هذه القضايا الخاصة. قضية شعب البحرين أساسية والوصول إلى حقه حتى نأمل بأن أولادنا ويؤمنوا مستقبل أبنائنا جميعا جميع البحرينيين، هذا لازم نواصل فيه الثقل. هذه القضايا واحدة واحدة يجب أن نتعاون فيها بكل الأساليب الممكنة مع المحامين، مع الحقوقيين في الداخل في الخارج، كل ما يستطيع، لكن بيكون العمود الفقري أسرة الشهيد. ما أحد راح يقدر، أقول لكم لن يستطيع أحد من الجمعيات ولا من الشعب في الداخل وفي الخارج أن يطرح قضية باسم الشهيد فلان بن فلان على القضاء الدولي إذا أسرة الشهيد ما جابت هذه القضية وحطتها على الطاولة. أعطتها يوسف، أعطتها فلان، أعطتها نبيل، أعطتها فلان، وقالت لي هذه قضية ابني أبيك ترفعها. تقدر ترفعها؟ إذا قال لا أعطيتها الجمعية فلان، تقدرون ترفعونها؟ هاي لازم يصير. يصير في نوع من التخويل. ما حد يقدر يتكلم عن دماء أبنائكم يعني غيركم. لأنه يقول لك أنت شنو؟ أنت شنو؟ يقول أنا أبوه. أنا أخوه، أنا ولي الدم، أنا المسؤول عنه. خلاص. الطرف الآخر يسكت. هذا قاعد يتابع ويتابع قضية محقة وعادلة. أنا أقول لكم الطريق مو سهل. يعني مو مبلط الطريق، ما هو شو اسمه والمحاكم الدولية وين تروح وين كذا وش اسمه. النتيجة قلنا في البحرين ما وقع على محكمة الجنايات الدولية، ولا كانت بتكون قضايا الفردية وقضايانا العامة محطوطة هناك، بس ما هذا. جزاهم الله خير، راحة ودوا أوراق ودوا كذا، بس كل هذه تنتهي إلى أن البحرين غير مصدقة. يجب أن يكون هناك تبني من مجلس الأمن حتى نحول هذه الدولة أو من قام بارتكابات انتهاكات حقوق الإنسان أو الإنسانية أو ما شابه ذلك إلى مجلس الأمن، يصدر قرار من مجلس الأمن كما صار على السودان، وهذه معادلة كبيرة جدا. أنا لا أعرف بالضبط، ولكن أعتقد أن هناك محاكم في الدول الأوروبية تنظر في مثل هذه القضايا التي تسمى بانتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية، أي التسميتين. الفلسطينيين استطاعوا أن يرفعون بعض القضايا على بعض المسؤولين الإسرائيليين. عدد من الناس في قضايا أيضا انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط وغيرها استطاعوا أن يجعلون قضايا، وصار عدد من الرؤساء وعدد من المسؤولين مطلوبين في بعض البلدان الأوروبية. هني الواحد يبحث وين الموجود. الآن موجودين بحرينيين في الخارج. واحد من الملفات اللي لازم يحملونها، شوفون الخريطة القانونية إلينا. الكلام هذا الكلام العام، كلام عام اللي ينفع انه كيف نكون ملف مكتوب بلغة حقوقية مكتوب بلغة قانونية ينوضع أمام قاضي في بلد معين يقبل أن ينظر في هذه القضية. في بعض القوانين ما هي محلية. الآن قاعدة تتوسع، بس أنا ما أعرف الصراحة إلى وين وصلت. فكرة أنك تنتهك حقوق الإنسان ما يقول هذا قانون محلي، وهذا الإنسان بما أنه ارتكب الجرم في مملكة البحرين إذا يقدر يعيش في بقية العالم. لا. وعلى أساس تم محاولة من منظمة اسمها ريدريس في التسعينات إلى طلب أيان هندرسون وإلى طلب عادل فليفن بصفتهم اثنين مسؤولين عن ظاهرة التعذيب وسقوط عدد من الشهداء تحت التعذيب في تلك الفترة، وسووا قضية. بس تعرف بعد القضاء البريطاني هندرسون لأنه بريطاني ففتح قضية على سيدة هندرسون، واستمرت هذه القضية يمكن 10 سنوات يحققون فيها. بعدين ما فعلوها، يعني ما أخذوها إلى القضاء.
لكن كان السيد هندرسون أرضى إلى الاعتقال وراح استجروه عدد من المرات وصعب عليه التنقل في بلدان أخرى حرام بريطانيا صعب عليه التنقل وبقى قلق إلى آخر يوم مات فيه أنه ممكن القضية تنفتح عليه. الآن أعتقد أن هذه الأمور تتقدم أكثر وعلينا إحنا نعمل جميعا من أجل العدالة في قضية شهداء رضوان الله تعالى عليهم. أنا أحب أن أشد على إيدكم كرابطة أهل الشهداء. العمل الفردي مهم ولكن لا يكفي. ما تقدر نرفع قضية الشهداء من هذا وجودكم مع بعض في العالم وأدعو الآخرين أن يلتحقون فيكم بهذا النوع من التعاون فيما بيننا، إقامة المناسبات التي تتعلق بالشهداء، التواصل، التكامل في التضامن، يعني كل واحد يشيل الثاني على المستوى الفردي وعلى مستوى القضية كأسر شهداء، هذا أمر أعتقد بأنه مهم وهذه الخطوة خطوة الرابطة شيء إيجابي لا يتوقف، أكيد بتحصلوا مضايقات وانتم صرتوا هدف الان من اجراءات السلطه العقابيه. يعني مو فقط بالاعتقال، بالاعتقال وبالفصل وبالحرب والممتلكات وبالمضايقات بيلحقون وراكم وماذا. انا عشت في هذا الجو عمر 20 سنه، انتم دخلتوا يعني بعد ناس قبل ناس بس دخلتوا الان. وهذا امتحان احبائي. الله بعد امتحنا وامتحنكم بهذا المعنى. وهذا يعني هو نوع من اختيار الله سبحانه وتعالى لفتنة وتكليف. يعني ما عاد أب الشهيد شخص عادي في المجتمع. يعني شو من شخص عادي؟ أنا إنسان عادي، أنا إنسان بسيط، أنت لو ولدي بعد وش تبغى تسوي فيه على سبيل؟ أنتم أصبحتم رموز عزة في المجتمع. أنت إذا تروح لا سمح الله اليوم تقول كلمة تنتقص من هذه الثورة، غير يقول كلمة ما حد يهتم، أنت أب شهيد. ما يصير تقول كلمة من أذلة إلى الناس. مثل ما أنا عندي مسؤولية أكبر، ما يصير أقول كلمة تنتقص من الناس ومن ثورتهم ومن مكانتهم ومن حقوقهم، ويصير علي جرم عند الله سبحانه وتعالى أكبر، لأن الله أعطاني مكانة، بعدين أنت لو عمل الناس تحترمك عليك واجب، يصير عليك واجب أكثر من غيرك. أنتم صرتوا بما كرمكم الله سبحانه وتعالى من اختيار أبناء بناتكم بالشهادة صرتوا رموز لها الناس، صرتوا رموز، صرتوا رموز. كنتوا في المعتقل سموتوا هناك داخل المعتقل من اعتقل منكم رمز، ومن موجود في خارج ويطلع في مسيرة ويطلع في تجمع ويطلع يقول كلمة رمز، شد عزق يعني نفسية الناس، شدون نفسية الناس، تبتون الناس، توصفون شو اسمه. فهذا امتحان نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نوفق في هذا الامتحان ونؤدي حق هذا الامتحان. جمعية الوفاق بالنسبة إلى فكرة جمعية الشهداء، هذه فكرة كانت بدأت من التسعينات بعد شهداء الأمرار في التسعينات، لما تكونت عندنا فكرة جمعية صار فيها فرع خاص أو جزء خاص يعني يعتني بمعنى الشهيد وأسرة الشهيد، وإذا كان في أبناء الشهيد، إذا كان في آباء الشهيد، والعناية بحسب الإمكانيات، إمكانيات الجمعية المادية محدودة، إمكانيات الجمعية البشرية محدودة، إمكانيات الجمعية الفنية محدودة. بس إحنا كنا لا نقدر نسوي. في البداية قبور الشهداء هذه يجب أن تبقى معالم غير قبر الآخر. فنحن قد لا نقدر نهتم بقبور الشهداء، نبني قبور الشهداء، حط عليها العلامات اللي تميزها، حط عليها كذا. صرنا نحاول ان احنا نحيي ذكرى الشهداء. كنا نفكر انه الاسر تحيي ذكرى الشهداء في كل شهيد في شهيده، وبعد الاحيان بعد سنه سنتين عشر القبور يتباطرون. تشوفون شيء طبيعي يعني، الاب يموت، المسؤول يموت، الكذا. القريه ايضا يخف اهتمامها بالموضوع فارغي. فحاولنا نوجد يعني يوم في السنه بحيث ان هذا اليوم نسلط عليه الضوء بدرجه اكبر، نسوي احتفال كبير نجمع فيه كل اسر الشهداء. مع بقاء الاسره انك تسوي الاحتفال نروح نساهم معها باي طريقه نساهم معها، ماديا نقدر نساهم نساهم، بالخطابه نساهم نساهم، باي طريقه بحيث ان الاسره تقول والله انا ذكرى ابني اليوم اريد نحييه، احنا نحاول ان نساهم في هذا. ليش؟ حتى ابقاء روح الشهاده، ابقاء
حق ذاك الشهيد، قضية الشهيد اللي مات. توفقنا من خلال مجموعة أولاد في كربلاء، كانوا فكرة زيارة قبور الشهداء في الأعياد. فصار كل يوم ثاني العيد صار نوع من يعني الواجب اللي الناس تلتزم فيه، عدد من الناس تلتزم فيه ليش؟ إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء وزيارتهم وقبورهم ومتابعتهم. الآن نتيجة للإمكانيات المادية المحدودة، الإمكانيات البشرية المحدودة، أنا أقول للأحبة في لجنة الشهداء، دائرة الشهداء، ما ألتقي في يوم، أن تحاولوا أن تكونوا مثل الأب الذي فقد في الأسرة، مثل الابن الذي فقد في الأسرة. ما أحد يقدر يعوض أم وأب عن ابنه، ما أحد يقدر. هذا عوضكم ما في إلا عند الله سبحانه وتعالى. وعوضكم بإذن الله، لهم إن شاء الله الجنة ولهم إن شاء الله شفعاء لكم إن شاء الله في الآخرة. هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى الذي نؤمن فيه. لكن وش تقدرون تسوون؟ هي الفكرة من هذه الدائرة، وش تقدر تسوون لخدمة قضية الشهداء وأسر الشهداء؟ واجب في رحلتكم، روحوا شوفوا كل الإمكانيات اللي موفرة عندكم، حطوها تحت يعني خدمة أسر الشهداء وقضية الشهداء. شهيد الأبعاد ما إليه أسرة، أنتم مسؤولين عنها، أنتم مسؤولين. حاولنا نألف أيضا كتاب الإجماع في كل الشهداء، حاول نطور مواقع بحيث أن قضية الشهداء من ناحية التدوير والتوثيق وكذا تكون موجودة وحاضرة باستمرار، غير هذه الوسائل. لما نقول نحاول نكون محل مفقود من أسرة الشهيد، خصوصا إذا كان العائل هو اللي استشهد، ففي حاجات مادية تتردد ما أحد يقدر يغطيها. لكن كلنا احنا شعب البحرين، هذا الكلام ما يخص جمعية الوفاق، وهذا واجب معروف، كل شعب البحرين مسؤول عن ان ابن الشهيد مثل ما كان ابوه موجود وين بيعلمه يكون يتعلم، بنت الشهيد يكون تتعلم، ابن الشهيد بنت الشهيد اذا احتاجوا الى العلاج يكون يتوفر لهم العلاج مثل ما كان ابوه موجود. اذا ما سوينا لا نقدر، احنا مقصر، أنا مقصر إذا ابن شهيد يحتاج إلى علاج، ابني إذا مشتبه موجود أنا أروح أعالجه، ابن أي شهيد إذا موجود أنا مثل ابني، وإذا قصرت سأل الله سبحانه وتعالى من قصور الإنسان. وإلا مو أنا أرى أن هذا مسؤولية علي سلمان وحد الله، مسؤوليتنا كلنا كشعب البحرين، كلنا اللي نؤمن بقضية عادلة استشهد هؤلاء من أجلها على النواجذ. شعب البحرين ما قصر، لكن تعرفون مشاكل الإنسان. يعني في بداية سقوط الشهداء بتواتر، كان واجد من الناس يقول إحنا عندنا تبرعات لأسر الشهداء، عندنا تبرعات للشهيد، إحنا عندنا تبرعات لكذا، إحنا بنعلم أسر الشهداء. هذه الروح خليها تستمر، كلامونكم إلى شعب البحرين فرد، هذه الروح خليها تستمر. مسؤولين، مسؤولية دينية، مسؤولية أخلاقية من الله سبحانه وتعالى، كأننا مسؤولين. ليس معنى من أهل البحرين، الناس من خارج البحرين بعد تفاعلوا مع هذا الموضوع وأبدوا استعداد ومعهم سلام ومشهد. هذه الروح يجب أن تستمر، ويجب أن نكون بواجبنا تجاه أسر الشهداء، تجاه قضية الشهداء، ثم تجاه أسر الشهداء، حتى نقف بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا احنا هذا بالإمكانيات هذا ما قدرنا نسويه. فكرة اللجنة هي شيء من أجل خدمة قضية الشهداء ومن أجل خدمة قضية أسر الشهداء. مو فقط يعني إلا تقدر أنتوا تتدللوا عليها، تقولوا والله إحنا عندنا هاي الموضوع، ومو فضل إلهم. أنا أقول لكم مو فضل إلهم، إذا يقدرون يسوون في جمعية الوفاء ألف أو باء أو جيم قصروا عنا، مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تترددوا ولا أنتم مقصرين، بدنا تشعرون فيه ولا أنتم مقصرين، هذا كذي هذا كذي هذا كذي، قولوا لهم وهم المفترض يسمعونكم ويقومون بما يستطيعون في وجه الله سبحانه وتعالى. نكرر أحبائي زيارتكم، وسام شرف على صدري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لرد جميلكم وجميع أبنائكم على هذا الشعب، حشرنا الله وإياهم إن شاء الله مع الشهداء
والأنبياء والصديقين رضي الله عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.